صحتك بالدنيا. إذا في صحتك بالدنيا كما وعدناكم ساعة شوية نحكيه على الاستعمال العشوائي للأدوية اللي يوجع راسه يمشي ياخو نيمبورت كل دواء موجود عنده في الدار ولا يقف على الفارماسي ويقول له أعطيني بربي دواء هكايا وهكايا. صحيح ولا صيدلي ينصح الحريف متاعه والمريض متاعه، ولكن ما يلزمش احنا نعتمد ربما الطريقة هذه. علاش؟ لأنه صيدلي مش يعطيك دواء حسب تشخيصك أنت، وأنت مش مخول باش تشخص الحالة اللي عندك. هذاك علاش ديما زيارة الطبيب أمر مهم برشا. الحاجة الثانية أنه العباد الأيام هذه قاعدين نلاحظوا حتى في الفيسبوك برشا ناس يقول لك عليك وعلى الزنك، خلنا نمشي للفارماسي ناخو أي دواء فيه زنك باش نقاوم به الكورونا. ثم ناس زادة كيف كيف تقول لك ثم برشا أعشاب تنجم تكون مفيدة للوقاية. في الأخر معناها كل تونسي هو سياسي وكوارجي وزادة كيف كيف طبيب، وبالتالي هذا يمشي يمثل خطورة على صحة الإنسان. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند دكتور منال زغيدي، دكتور في الصيدلة حاضر معنا في التليفون. دكتور صباح النور. صباح الخير مديحة ليك ولجميع المستمعين. شكرا لك. إن شاء الله يا ربي السلامة نرجوها للناس الكل. إذن الاستعمال العشوائي للأدوية دكتور، وأنتم تعرفوا أنه تونسي معناها ساعات يبخل على المشيان للطبيب، ولا أكيد ما هوش مختص وما يعرفش يشخص الحالة المرضية اللي عنده، وبالتالي يمشي للفارماسي ياخد دويات اي سورتو الانتيبيوتيك، وإحنا نعرفوا أنه هذا يخطر برشا على المريض. شنو نجم نقوله في الموضوع هذا؟ بالضبط، احنا في ثقافتنا في تونس عندنا هيك حكاية انه يبدا عندنا بواد فارماسي في الدار، او كي نجي ونسافر ويجي يقول لك بربي انا مش نسافر جا مش نستحق، ولا امي ماشيه للحج، ولا بنتي مش تمشي تسافر تقرا لبرا. دونك ديما عندنا فيك الثقافه انه نحبوا يبدا ديما عندنا دواء تحسب باش ما نقعدوش معناها خايفين على صحتنا، ولا ما نقعدوش ياسر مرضى. مبدئيا ان واحد يخاف على صحته هذه حاجه ليجيتيم مشروعه، لكن كي ندخلوا في التصرف معناها الغير عقلاني ونوليو وحدنا معناها نفتيو شنو اسباب العرض وكيفاش نداويوه، وقتها باش ندخلوا في معناها الدائره نتاع انه تولي عندنا انعكاسات سلبيه، خاطر راهو الدواء هو اسرع طريقه صحيح لكن ما هيش أأمن طريقة للحفاظ على صحتنا. معناها مش وقت يظهر لنا أي عرض نمشيو نقزو باش ناخذوا له الدواء اللي احنا استأنسنا ناخذوه الأعراض مشابهة باش احنا نتفرهدوا وكهو. والأخطر والأخطر سامحني دكتور، والأخطر نتفاعل معك شوية، إنه ساعات ياخذ دواء استعملوا جاره ولا صديقه يقول له والله ضربة ضربة للمرض الفلاني، فيمشي الشخص أوتوماتيكمون للفارماسي وما يعرفش إنه أولا تشخيصه غلط، وإنه الدواء اللي فاد الشخص هذاك ربما ما يفيدوش، ربما عنده أليرجي، ربما عنده مشاكل صحية ما تسمحلوش باش ياخذ نفس الدويات. اي انا ماذا بيا نعطي هكا معناها امثله عمليه باش العباد تفهم. توا اشهر مخفض الحراره اللي هو الباراسيتامول، نعطيه اسم معناها الموليكيل مش اسم الدواء، اللي هو نلقاوه في برشا اختصاصات، نلقاوه وحده او معاه الفيتامين سي، او نلقاوه في الاكياس اللي هي تداوي الجريب. تلقاه واحد يمشي وحده ياخذ دواء مخفض للحراره، ودواء مضاد للجريب، ودواء اخر معاه الفيتامين سي، واللي هو كلهم فيهم الباراسيتامول، بطريقه انه باش يتعدى الدوزه المسموح بها في المره الواحده اللي هي 1000 ملي جرام بالنسبه للانسان البالغ اللي ما عنده حتى امراض، واللي ما عندوش مثلا مشاكل في الكبده. دونك ساعات يتعدى هذيك الدوزه باكثر، ويقول لك خاطر استانسنا به في عاداتنا وتقاليدنا عادي نشرب، حتى كي تجي تنصحه يقول لك لا مستانس ناخو الباراسيتامول. هذا ينجم حتى يتفاعل مع تخثر الدم ويبدل معناها تخثر الدم عند بعض العباد، خاصة اللي تاخو في معناها في دويات اللي هي مضادة لتخثر الدم. معناتها يجي يداوي مرض يلقى روحه في مشكلة ما أكبر. فوالا الزنك اللي توا ماخذ شهرة كبيرة معناها على معناها كوا انه هو يداوي الكورونا، هو ما يداويش الكورونا، هو معدن من المعادن الكثيره اللي موجوده في بدننا، اللي بدننا يستحقها باش العديد من التفاعلات اللي بدن بطريقه صحيحه، وموجود في السوق في اشكال مختلفه، وكل شكل عنده دوزه معينه لازم يتاخذ بها، وكل شكل عنده وقت معين، ثم انواع لازمها تتاخذ على ماده فيها شويه الحمض.
اسيد شويه يعني بعد الماكله، وفما انواع لازم تتاخذ قبل الماكله. زاد كيف كيف لازمنا نعرفوا انه الزنك كي ناخذوه مع الفير، الفير ماهوش مش يخلي الزنك يتعدى، كيف كيف كي ناخذوا الزنك بكميات كبيره باش ينقص من معدن النحاس الكويفر اللي هو مضاد للالتهابات، اللي هو يقاوم التعفنات ليزانفيكسيون. دونك انك انت تمشي تاخذ زنك وحدك مش بالضروره باش تنفع روحك، وفي اغلب الاحيان يمكن ياسر تضر روحك. ليزانتيبيوتيك اللي احنا نستعملوا فيها يقول لك مستانس ناخذه، راهو كي تستانس ناخذه ماهيش حاجه باهيه، خاطر على المدى المتوسط او البعيد الجرثومه اللي كنت تداوي فيها ذاك الانتيبيوتيك باش تستانس تشيخ وقتها أيوة. وباش تقاوموا، وباش نفطروا انه نستعملوا مضادات حيويه اقوى اللي هو يكون عندها تاثير سلبي على البدن، فضلا على انه المضادات الحيويه تفرعس توازن البكتيريا معناها ثم عندنا كائنات حيه بكتيريا وغيرها وفطريات وكل تعيش في الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي، على الجلده، هذوما الكل يتاثروا بماخذه ليزانتيبيوتيك برشا، وهما عندهم دور كبير في المناعه دور كبير في انهم يحافظونا على الصحه، يعاونونا في انه بدنا يصنع بعض الفيتامينات اللي احنا غير قادرين على صنعها، زاد كيف كيف بعض النواقل العصبيه اللي عندها تاثير على الجهاز العصبي. دونك لو فيت انك انت تاخذ المضادات الحيويه بطريقه عشوائيه بدون استشاره الطبيب او بدون الرجوع الى الصيدلي على المدى المتوسط والبعيد باش تاثر على صحتك بطريقه سلبيه. نعطيك انا تفاعل مباشر توجاني من مدام شعبوني تقول لي بصراحة الفيزيتا بخمسين وبستين دينار تونسي ولا يوهق من المشيان للطبيب، إذاك علاش يستسهل الأمر يقول لك بر نمشي للفارماسي وناخو نفس الدواء اللي تعودت بيه وكهو ويطلع لي أرخص، معناها الحكاية راهو اسمعني الصداع مثلا لوجيعة الراس مش ديما العرض هذا يكون إشارة إلى مرض واحد، ينجم يكون شقيقة، ينجم يكون حاجة في الراس، ينجم يكون سوء هضم، ينجم يكون امساك عمل لك صداع، يعني مش على خاطر انت مرة جاك صداع خذيت دواء نحالك هكا الصداع معناها في كل مرة باش يكون الدواء هذاك مناسب. التهاب اللوزتين اللي زونجين فيهم انواع جاية من جراثيم معناها بكتيريين، وفيهم انواع جاية هي ما ينجم للطبيب الفارماسيان يتكاملوا، هيك علاش ساعات مثال يمشي للطبيب وما يقولش انه مثال عنده مشكله في الكلوه اللي هي وقت نوليو لازم بعض الدويات نقصوا من الدوزه نتاعها او نبدلوها كريمو. دونك كي يمشي للفارماسيان وانت ديجا ما مشيتش للطبيب معناها سهلت عليه العمليه في التشخيص وفانه خذيت الدواء اللي لازمك، يفضل بقيه هيك الاسئله تسهل علينا المهمه باش ننصحوك ونفهموك بالطريقه المناسبه كيفاش تاخذ دواء باش تبرا على قاعده وفي اسرع وقت وباقل اضرار للبدن. على خاطر راهو حتى نظام الفيتامينات والمعادن نرجع ونقول اللي ناخذوا فيهم واحد للوقايه ولا حتى المكملات الغذائيه، راهي ثم معناها نباتات اللي هي تاثر على المناعه وتقوي المناعه برشا، فما عباد قاعده تاخذ في دويات اللي هي لازم مناعتها تكون منخفضه نوعا ما، كيما العباد اللي عندها معناها زرع اعضاء او عندها بعض الامراض المناعيه، بعض النباتات ما تتماشاش معاها خاطر باش تهيج لها المناعه وتفرعس لها التوازن نتاع العلاج اللي قاعده تاخذ فيه. بعض المعادن والفيتامينات كي ناخذوها حتى بالدوزه اللي منسوح بها، اما يبدا عبد عنده قصور كلوي مثلا والا يعمل في دياليز تنجم تقلقوا او يولي لازم ياخذها في وقت معين مش كاي عبد. يعني كل انسان يتاخذ كحاله وحده، وكل انسان صحيح ثم نصائح ينجم يتعدى بالفارماسيا، لكن ثم حاجات راهو المرور بالطبيب اجباري، خاطر توا احنا راهو في الفارماسي يجيونا برشا راهو يجيب لك ورقه مكتوب عليها دويات ويقول له كيفاش هذايا انتيبيوتيك وكل يقول لك كلمت الطبيب، معناها نفطر وناخذ النمرو ونكلموه باش نصبتوا من غير ما يشخصوا من غير ما يشوفوا مباشره معناها عن طريق التليفون وكذا. ايوه وصفه تدور على الفيسبوك كان شكيت ولا انه عندك الكورونا او باش تمرض بها خذ هذا البعض منه شرى الدواء وخلى يقول لك اون سي جامي نمرض نلقى دوياتي حاضرين معناها ولا والا مثال تلقى عنده واحد من العائله مرض بالكورونا يطلب الوصفه مرتين وثلاثه ياخذها دوبل وتريبل يقول لك هذيك لي انا يحب ياخذ معاها للوقايه راهو الانتيبيوتيك ما عمره ما كان. اذا ناكدوا انه ضروره زياره الطبيب لتشخيص الحاله، وكل مريض والحاله نتاعو وكل مريض وظروف المرض نتاعو
نتاعو وبدنه، كل مريض والبدن نتاعو، نجم الدواء اللي يفيدني انا في اللونجين ما يفيدكش انت، لانه انا وانت مش نفس البدن ومش نفس المناعه عندنا. اذا زياره الطبيب حاجه مهمه برشا، تكامل بين الطبيب والفارماسيان. هذاك علاش انا ساعه مع توصلت لك راي مدام شعبوني تقول لك يا خويا الفيزيتا غاليه 50 و60 دينار، نزيدهم 50 و60 دينار، دواء 120 دينار، هذاك علاش المواطن ولا يهرب. لكن احنا ما نبرروش، نقولوا صحتنا بالدنيا، هذا هو عنوان روبريكنا وشعارنا في ديوان فهم. نزوروا طبيبنا، طبيب العائله تكون اكيد الفيزيت اقل، ونمشيو للفارماسيان هو اللي ينصحنا، ما ناخذوش دويات وحدنا، سيرتو هذاك الدواء اللي يبدا مخبي عنا في الرف ونجبدوه وقت ما نحبوا. ساعات حتى التاريخ الصلوحيه ينتهي والانسان ما ينتباش، قلب المستبلي ضيق كما يقولوا. المهم اعطيه يشرب دواء ويعطيه ابره، وان شاء الله السلامه للجميع. شكرا لك دكتور منال على